السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله بالرزاق بالمال باش ما تمنيتو، وربي يخلي لكم والديكم اللي ماتوا الله يرحمهم في هذه العواشر المباركه. اليوم جينا غادي نشارك معكم الغريبه بالكوك والسميده. نبداو على بركه الله بالمكونات ديالها، راه سهله. انا غنعطيكم يعني العبار بالكاس ولا بالزلافه. كي كتشوفوا عندنا هنا الكاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت، وكاس ديال السنيده. عندي سكر كلاصي اللي خاص بالحلويات، ماشي اللي كيتباع ديال العبار، هذا خاص ديال الحلويات. الا ما كانش عندك ديال الشوك يعني كي كيبان كي يعني ما كيحمرش، كيبقى اللون ديالو ذهبي بيض عادي. عندي هنا قشور حامضه وحده، عندي خماره 7 غرام ما غنديروش ديال 8 غرام، عندي زلافه مع امراج ديال السميده خاصه بالحلويات، ثلاثه البيضات، وهنايا عندي زلافه عامره ديال الكوك، زلافه عامره ديال الكوك وزلافه ديال السميده ناقصه تقريبا. عندي هنا 200 غرام ديال السميده، وهنايا عندي 250 غرام ديال الكوك. قشور حامضة، ثلاثة البيضات، معبور كاس ديال الزيت ديال العنبة، وهنايا عندي كاس ديال السنيدة. ونبداو على بركة الله. الزبدة أنا استعملت هذه، يمكن لكم نتوما تستعملوا اللي عندكم في الدار، ماشي مشكل. كتجي تفاميليا، كتجي رائعة صراحة، هي كتجي في الحلوة زوينة. بسم الله. نتمنى انكم تشوفوا الفيديو كامل. نديروا البيض هو الاول، بسم الله. غنخلطوها ونخليوها 10 دقائق ترتاح، نبداو نشكلوا فيها كويرات ونفندوها في سكر بلاصي. نديرو قشور ديال الحامضة، سنيدة، نرميو كلشي في دقة، الزيت، الزبدة، لي معندوش الزبدة يعني غندير 200 غرام، لي معندوش هادي وغيشريها ولا شي حاجة غادي يدير 200 غرام، يعني على درجة المطبخ سخونة. بسم الله. ندوزو هاد المكونات هما اللولين، عاد نخلطو الباقي حتى نحصلو على شكل كريمة. هادي حلوات العيد، نضيفو الكوك. انا لما درتش الكونفيتير معلقة، يمكن لكم تضيفوها. ندخلو هاد المكونات كاملة، نديرو خمارة وحدة، خمارة ديال 7 غرام منفوتوهاش. خاص العجينة ديال هاد الغريبة ما تفوتش هاد القوام، خاصها تكون بهاد القوام هكا، يعني فاش نكونو كنشكلو كويرات نشكلهم غير صغار هكا بهذه الطريقه، يعني نبقى هكا احسن. يعني انا نخلط هادشي مزيان يدخل يتجانس، نخليه 10 دقائق ترتاح عاد طيب من تحت تشقق، عاد نطلعوها الفوق باش طيب من تحت. صافي،
نخليها ترتاح 10 دقائق ونرجع نشكلها بمسخه الفران. ملي ندخلو الفران الا كان عندنا ديال الغاز نقصو من العافيه باش طيب على المهل ديالها وتشقق على خاطرها. دابا غادي نديروها في الفران لتحت حتى تشقق. دابا كورناها فندناها في سكر كلاصي غنديروها في الفران حتى تشقق يعني الفران يكون سخون وتبقى عينا عليها. كيف الفران سخون نقصو عليها شي شويه باش طيب على خاطرها. من تبانينا تشقات وبدات كتحمر اللون ديالها كيحمر نطلعوها الفوق باش تحمر من التحت. وهذيك الساعه الصحه راه صحه كتجي معلكه وهائله والطريقه اللي عطيتكم ساهله. خوتي خواتاتي هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى انها تعجبكم صراحه. كيشتو كي كتجي راه كتجي معلكه رائعه كتجي هشه ورطبه. نتمنى الغريبه ديال السميده الكوك اللي عطيتكم اللي ما تعجبكم. قبل ما تخرجوا ديروا لي لايك بارطاجيو الناس اللي مازال ما كيعرفونيش ومرحبا بكم في قناه فاطمه ومبروك عليكم الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله.